يعتقد الكثيرون أنه نظراً لأننا نعيش في عصر التكنولوجيا، فمن الممكن بمساعدتها حل أي مشكلة، لأن الإنسان قد تعلم القيام بأكثر العمليات تعقيداً، مما أدى إلى إنشاء الواقع الافتراضي وحتى إطلاق صواريخ في الفضاء. لكن هناك مواقف تحل المشكلات الحقيقية فيها بقدرة إلهية، والمعرفة وحتى أحدث التقنيات لا حول لها ولا قوة في ذلك. حدثت مثل هذه الحالة المذهلة في مستشفى أمريكي، عندما كانت حياة أم بعد الولادة على وشك الانتهاء، لكن بفضل قرار غريب مفاجئ للوهلة الأولى من ممرضة، حدثت معجزة حقيقية لا يزال لا يمكن تفسيرها من قبل أي شخص في العالم كله. شيلي كولي، البالغة من العمر 23 عاماً من جنوب كارولينا، مع زوجها جيريمي، لم يتخيل أبداً أنهما سيصبحان يوماً ما الحدث الرئيسي في الطب. لقد كانا زوجين عاديين يتتبعان أسلوب حياة صحية، وبعد حفل زفاف صاخب بدأ في التخطيط للحصول على طفل. وكان رد فعل كلا الشريكين على هذه الخطوة بمسؤولية كبيرة عندما اكتشفت جيري أنها حامل بطفل. بدلاً من الاتصال المعتاد بزوجها، رتبت احتفالاً كاملاً. وبالطبع جيريمي كأب في المستقبل كان في قمة السعادة. بشكل عام عاش الزوجان طوال 8 أشهر في سعادة، حتى أبلغهما الأطباء يوماً ما أن الطفل في خطر، وأن هناك حاجة إلى عملية قيصرية طارئة. لذا فإن يوم ولادة الطفل التي تنتظر العائلة بفارغ الصبر كاد يصبح قاتلاً بالنسبة لهم. قبل أن تنام لعدة ساعات كانت جيري تمسك بيد زوجها حتى آخر لحظة، والزوج لم يغادر الجناح وحاول بكل الطرق دعم زوجته الحبيبة. أطباء الولادة كانوا ذوي خبرة، يعرفون عملهم، لذلك تمت العملية بنجاح وولدت الطفلة الصغيرة بصحة جيدة تماماً. وكان جيريمي سعيداً جداً لرؤية ابنته، وأخذها بين ذراعيه للمرة الأولى ونسي كل التجارب الصعبة، لكنه لم يدرك أن المتاعب قد حدثت لزوجته المحبوبة. بعد دقيقتين أبلغه موظف المستشفى أن الأم الشابة دخلت في غيبوبة، وعلى الرغم من عدم وجود موانع للزوجة للعملية، فإن جسدها لم يتحمل التخدير والضغط، وتشكلت جلطة في الدم داخل الدماغ وأثارت غيبوبة، وسرعان ما امتلأت رئة الفتاة بالسائل، ولم يكن لديها ما يكفي من الأكسجين. بينما أضاف الطبيب أن ضغط الدم مرتفع جداً، والآن يقاتل الجراحون من أجل حياتها في غرفة العمليات، ولا توجد فرص عملياً، وعلى الأرجح لن يتمكن الأطباء من إنقاذ المريضة. فقد تخيل مشاعر جيريمي الذي رأى طفله لأول مرة وهو مستعد للقفز من السعادة، ولكن في نفس اللحظة يمكنه أن يودع حب حياته إلى الأبد. كان بإمكانه فقط أن يأمل في حدوث معجزة وينتظر بينما ترقد زوجته في غرفة العمليات بين الحياة والموت. بعد حوالي ساعة يائس الأطباء من إنقاذ حياتها وبدأوا يستعدون للأسوأ، لكن في تلك اللحظة لمعت فكرة عبقرية للغاية في رأس الممرضة أشلي مانوس. لم تكن المرأة متأكدة مما كانت تنصح به الأطباء، لكنها كانت تعلم جيداً أن الأبحاث الطبية قالت إن الاتصال الجلدي البسيط بين الأم والطفل يساعد الطفل، وماذا لو كان في هذه الحالة يعمل في الاتجاه المعاكس وينقذ الأم؟ بعد هذه الكلمات ساد الصمت في العنبر، لكن لم يكن هناك خيار آخر، وقرر الأطباء تنفيذ تلك الفكرة وإن كانت من غير المرجح أن تنجح، ولكن كانت هناك فرصة. بعد لحظة كانت الطفلة بالقرب من والدتها، ولكن للأسف عندما لمست جيلي لم يحدث شيء، وحاولوا إيقاظها لكن من دون جدوى، ثم لم يتبقى سوى شيء واحد فقط. أخذت الممرضة الطفلة بين ذراعيها ووضعتها على والدتها. في تلك اللحظة بدأت الفتاة تبكي بصوت عال، وبعد ثوان قليلة حدثت معجزة طبية حقيقية. العلم لا يزال غير قادر على تفسير تلك الظاهرة، لكن المستشعرات أظهرت استيقاظ الدماغ، وشعر الأطباء بالدهشة عندما نظروا إلى المؤشرات على الشاشة. من خلال لمس ابنتها فاقت الأم الصغيرة من الغيبوبة، وبعد أسبوع آخر من العلاج المنتظم والتعافي بالاتصال الجسدي بين الأم والطفل، تمكنت الأم من حمل طفلها بين ذراعيها. يمكن القول بأن معجزة حقيقية قد حدثت. شكرت العائلة الصغيرة الممرضة أشلي لفترة طويلة، على الرغم من أن الهدايا والكلمات لم تكن كافية على الإطلاق للتعبير عن امتنانهم لمثل هذا العمل الرائع. بدورها تقول الممرضة المتواضعة: الآن سيمر الوقت وسوف تكتشف الطفلة الصغيرة نفسها أنها قامت بمعجزة حقيقية. بعد كل شيء كانت هي التي أنقذت حياة والدتها. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيفية تفسير هذه القصة، فإن النهاية كانت سعيدة، وهي تعلمنا ألا نستسلم أبداً، ونؤمن دائماً بمعجزة من الله حتى لو كان كل شيء يبدو مستحيلاً.